أعزائي المتابعين بالمركز الأول. يا سلام، تحمل راية المركز الأول وترفع راية التميز. يا سلام، راية هقوى عادت مرة أخرى، هقوى وأسرار، هقوى وأسرار. الشوط الرئيسي الصباحي إلى أين يتجه؟ الواثق الذهبي، الذهبي الواثق، الشحانية العاصفة، ولكن انطلقت هقوى، ولكن انطلقت هقوى. يا سلام يا الذهبي، يا سلام يا الذهبي، يا سلام يا الذهبي. يعشق الذهب في يوم الكبار، يظهرون الكبار في يوم التميز، يظهرون المميزين. سلام يا الذهبي، سلام تهانينا والناموسهج للشحانية وللمضمر سالم بن فاران المري المركز الثاني. وصلت راية من هجن العاصفة، مضمر حمد بن راشد بن غدير المركز الثالث، أسرار من هجن العاصفة أيضا بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. محمود بن محمد بن سالم الوهيبي ولكن بن جميل على المركز الاول يتابع انطلاقة مطفي 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 وعناد عناد 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 يعاند، ينطلق في الشوط الاول، يحاول في اللحظات الاخيرة، ينطلق عناد عناد مع المركز الاول. يا سلام، عناد مع المركز الاول انطلق في هذه اللحظة مع البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام، انطلق عناد، عناد على المركز الاول، مطفي على المركز الثاني، شعاري هجن الرئاسة، هجن الرئاسة في الشوط الاول، الاول في صباح هذا اليوم، هذا هو شعار الرئاسة، يفوز مع مطفي وعناد. وخط النهاية هو الفيصل في هذا الموقف. تهانينا والناموس اولا لهجن الرئاسة. المركز الثالث قادمة، شوفوا من المنطلقة، وصلت هجن العاصفة، بدأت تتدخل. هذا المنظر الجميل، هذه الصورة الرائعة، هجن الرئاسة، هجن العاصفة، هجن الشحانية. الله الله الله، المارية 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 والذاير والظبي، ثلاثية رائعة مع المؤسسات العملاقة، مؤسسة هجن الرئاسة. هنا العاصفة، هنا الشحانية، ولكن خط النهاية بدأنا نقترب. المارية على الصدارة، المارية، البروفيسور الواثق الذهبي. الله الله الله، الميتين متر الأخيرة، الميتين متر الأخيرة، مشاهدين الأعزاء، الرئاسة، الحمر، الخطر ما زال هنا مع محمود بن محمد بن سالم الوهيبي البروفيسور. البروفيسور، تهانينا إلى مؤسسة هجن الرئاسة على هذا الفوز والانتصار. لحظات الوصول، المركز الثاني الظبي من هجن الشحانية، المركز الثالث الذاير من هجن أيضا العاصفة. التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع في عملية التضمير. الله الله الله، ها يا مشاهدين الأعزاء، انطلاقة رادار مع المركز الأول لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز رادار في المركز الأول. والواثق الواثق بتضميره حمد بن راشد بن غدي الاكتبي متابعا لهذا الشعار المتميز، حصوله على ناموس هذا الشوط. هذه لحظة وصول رادار إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. تهانينا لهجن العاصفة، وتهانينا لحمد بن راشد بن غدي الاكتبي. المركز الثاني مصدع لهجن الرئاسة، من حصل على المركز الثاني. المركز الثالث الشعار هجن الشحانية مع الفارس الوصل المركز. علي بالحل
الفان المبدع ايضا قادم مع ثاني المراكز، ولكن اتابع اتابع القدوم اتابع الاسماء. هناك القادمة في هذه اللحظات وصلت سحايب لهجن الشحانية، وصل المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن اعود الى مقدمة الشوط، اعود مع بيان هنا مع الناموس مع الانتصار. الله الله، بيان هنا لهجن العاصفة تنطلق مع البداية مع الصدارة مع المرة، وايضا النقطة الثانية لهجن العاصفة. الله يا الواثق، حمد بن راشد بن غدير هنا يقدمها في هذا الانطلاق. بيان هنا مع الانتصار مع الناموس، تهانينا والناموس لهجن العاصفة. والثانية للواثق حمد بن راشد بن غدير، ثاني المراكز كان الوصول من مدرك لهجن الشحاني. ولكن نعود الى رعد مع الناموس، رعد ذهب بالناموس مشاهدينا الكرام الى هجن زعبيل والى مؤسسة هجن زعبيل. هذه هي هجن زعبيل مع رعد، مع رعد مع المركز الاول. اذا مشاهدينا ومتابعينا الافاضل، يحق لنا ان نزف التهنية الى هجن زعبيل، والتهنية ايضا كذلك الى مالك هجن زعبيل سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. تهانينا ايضا للمتألق من قاده الى بر الامان والى خط النهاية. هذه هي هجن زعبيل بقيادة رعد يصل الى خط النهاية. تهانينا والناموس المركز الثاني. يصل متعب على المركز الثاني لهجن الرئاسة. المركز الثالث يصل مياس لهجن العاصفة. أرى الأداء، أرى التميز من قبل المركزين الأول والثاني. ما زالت خزلان على الصدارة شديدة على المركز الثاني. الشعارات القوية، هجن الشحانية، هجن الرياسة، هجن الرياسة، هجن الشحانية. ولكن ما زالت خزلان هي ملكة الميدان، متواجدة على القيادة على الصدارة، متواجدة مع الناموس، متواجدة مع التتويج. إذا نهني هجن الشحانية على هذا الفوز المستحق وعلى تقدم غزلان مع المركز الاول. سلام وتحيه واحترام لهجن الشحانيه. والثاني للمضمر سالم بن فاران المري الذهبي، من قدم لنا هذا المسمى بعدما قدم لنا اقوى في اول اشواط هذا اليوم. الثاني والتبريكات. المركز الثاني شديد لهجن الرياسه. المركز الثالث كان الوصول من قبل غزيله لسمو الشيخ هزاب سلطان بن زايد النهيه. التحدي اتابع القادم حشيم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع المضمر سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. ولكن اعود الى الصدارة مع الشعار الاحمر، شعار هجن الرياسة يحتل المركز الاول، يتصدر مع الطام مع المضمر البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. يتابع الطام على الصدارة، يتابع الطام مع المركز الاول بالقيادة المميزة. هنا لطام على الصدارة، لطام مع المركز الأول بشعار هجن الرياسة بدولة الإمارات العربية المتحدة مع المضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. والنقطة الثالثة لهجن الرياسة في هذا الصباح. تهانينا وألف مبروك على هذا الإنجاز المميز. تهانينا للمضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، من قدم لطام محتل المركز الأول. المركز الثاني وصل حشيم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثالث سلمان احمد
الحرب خلف مصاير. المزروع يتقدم الى اول تحدياتي هذا الشوط مع انطلاقة واحد ولكن مدللة مدلل اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بانطلاقة عمر بن مطلب السيد بن لاحج الهاجي ولكن نواعز نواعز ومدللة الجنتلمان مع هالامارات والسلام وتحية واحترام الى هالامارات العربية المتحدة الى ميدان التراث بانطلاق وتواصل نواعز تحقق الانجاز وتهدي السلامات لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان حقق هذا الناموس وتهانينا والناموس لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان على هذا الانجاز المتميز والانجاز الجميل نواعز تحقق هذا الانجاز شكرا بالصايغ المزروعي على هذا الاداء الجميل والمتميز بانطلاقه نواعز على مقدمه الشوط المركز الثاني مدلل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المركز الثالث الظبي لسعاده الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني. سيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير يا سلام بدأت التحديات بدأت الإثارة الله الله هنا مبعد مبعد على الصدارة وعلى المقدمة من هجن الرئاء هجن العاد الشحانية من هجن الشحانية من انطلق نعم على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور هنا بهذا الانطلاق النقطة الثالثة لهجن الشحانية في هذا الصباح الجميل تهانينا تهانينا لهجن الشحانية تهانينا لسلطان بن محمد بن سالم لوهيبي ولحظة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز هو الناموس المركز الثاني أتانا مشاغب من هجن رئاسة دولة الإمارات المركز الثالث هناك مهيهاب من هجن رئاسة دولة الإمارات المركز الثاني تصلنا بهذه اللحظة التابعة لهجن الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة علي بن جميل الوهيبي يقوم بعمل طميل لكن أعود مع الواعية ولكن محبة 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 يا سلام يا محبة هي من غيرت هي من سارت بهذه الأمور وهالتهانينا النقطة الرابعة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة إذا التهانينا موصولة أيضا أيضا للمضمرة علي بن جميل الوهيبي على هذا التضمير الجميل مع هذه اللحظة أيضا إضافة للنقطة الرابعة إذا التهانينا وألف مبروك المركز الثاني بالفعل سرابة لهجن الرئاسة الواعية أيضا في المركز الثالث لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم آل ثاني محمد وخليفة الثاني وراشد بن حمد بن علي المدهوش يقود في عملية التضمير والتدريب ولكن نعود مع البداية نعود مع هداد على المركز الأول هداد على الصدارة وعلى البداية هناك الواثق يقود في عملية التضمير وملكيته لهجن العاصفة هداد ولكن تسلل مشاهدينا الكرام الشبح تسلل انتقل إلى البداية يقود الأسماء الشبح على البداية ولكن الأمتار الخطيرة الشبح والساهر ولكن الشبح تهانينا والناموس لسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة الثاني والثانية موصولة أيضا لراشد بن حمد بن علي المدهوشي المركز الثاني كان في يسار لهجن العاصفة والمركز الثالث المركز الثاني سلطان بن زايد آل نهيان كما انطلق في شوط طاف ايضا هنا في المركز الاول مع احمد بن خلفان بالصايق وهناك من الجانب الاخر هجن العاصفة ووصلت هجن الرئاسة ولكن نقول تهاني
المدينة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل الهيان. في اللحظات الأخيرة نادى واسلة العاصفة وهنا أيضا شعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد: سلام سلام لسمو حال سلام وسلام لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل الهيان. بالنقطة الثانية شكرا الجنت المال الله اللحظات الأخيرة. نعم هكذا الشوط يسير ذهب إلى سويحان. تحية واحترام المركز الثاني ندى من هجن العاصفة، المركز الثالث غدير من هجن الرياسة. ايضا سالم بن سعيد بن منانة اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه وبعود الى الصدارة، بعود الى ملهم ملهم والامتار الاخيرة، ملهم من هجل العاصفة. يتقدم حمد بن راشد بن قدير الكتبي. الله الله يا امبراطورية العاصفة. هو ملهم ليتقدم المشاركين مع الصدارة الاولى. سلام سلام عليكم يا اهالي دولة الامارات العربية المتحدة. نزف التهاني على ظهر ملهم، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن قدير. النعم بالواثق وتضميره يوفى السبق ولا يخلف تهانينا. والناموس لحظة وصول ملهم الى خط النهاية، بينما المركز الثاني الريان من هجن الشحانية، والمركز الثالث اللي احتله متابعين الافاضل اللي هو مناور بشعار ايضا سمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن احمد المعلى. وصلت بحرية لهجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن خدير. يا سلام حيرية مع الصدارة، طارت بالناموس طارت بالانتصار. هجن العاصفة مع الصدارة مع انطلاقة بحرية، والسيد هجن العاصفة حمدان بن راشد بن خدير. والنقطة الرابعة في صباح هذا اليوم مع بحرية مع عملية التضمير حمد بن راشد بن خدير. سلام العاصفة سلام، سلام بحرية سلام. تهانينا والناموس مالك بحرية لهجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن خدير. المركز الثاني ايضا الوصول من امكيدة لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن خدير. المركز الثالث كان الوصول انطلاقة السايحة على اول المراكز. المركز الثاني الوصول والقدوم من شعار هجن الرياسة، مشكورة قادمة على المركز الثاني حمد بن سعد بن قذلة من يتابع هذا الشعار. ولكن خلونا مع الصدارة مع المقدمة. يا سلام الله 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 اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، 200 متر أخيرة. الله 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 يا الصدارة الله يا السايحة على أول المراكز. ومن هذه اللحظات أزف التهاني والتبريكات متابعين وعاشقين هجن العاصفة. سلام يا العاصفة سلام. هاي لحظة وصول السايحة الى خط نهاية المركز الثاني. وصلتنا على المركز الثاني الطايف بشعار هجن الرياسة، والمركز الثالث هجن الرياسة علي حمد بن سعد الأحباب متابعين الأعزاء. هجن الرياسة الله الله مشكورة مشكورة مع المقدمة مع الصدارة أو غرام مشاهدينا الأعزاء. الله الله المركز الثاني المركز الثاني. هنا هجن الشايبة واسمه الشيخ سلطان بن زايد آل الهيان أحمد بن خلفان المزروعي. إذا السلام السلام مشكورة سلام السلام. هجن الرياسة
السلام، تهانينا والناموس. هي لحظة وصول مشكور الخط النهائي مع تفوز الناموس المركز الثاني. وصلت هنا وصلت الشايب اسمه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. اللي على المركز الثالث التابع على سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعد مكتوم سالم بن هيان العامري المضمر والمتابع والمراقب. ولكن اعود الى المركز الاول، اعود الى الصدارة، اعود الى مكرمة مكرمة مكرمة. سلام سواحد، سلام سلام لدولة الامارات، سلام سلام للسيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان للمرة الثالثة على التوالي. وتهانينا للمضمر القدير احمد بن خلفان بالصايغ المزروع على هذا الانجاز الكبير اللي حققته. مكرم المركز الثاني لهيجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن ميل الوهيبي المركز الثالث. إذن أعود إلى المركز الأول، تهانينا وناموس سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان على فوز مكرمة بالمركز الأول. تهانينا وناموس وتهانينا للمضمر أحمد بن غلبان بالصايغ المزروع على هذا الإنجاز الكبير. المركز الثاني أيضا لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيب المركز الثالث. علالي في الصدارة، علالي في العلالي. يا سلام يا سلام، طارت علالي، طارت بالفعل، طارت اللي على المدافي هرهوة، روحت بالشوط، روحت بالهادرك، روحت بالانتصار. علالي في المركز الاول من هجن العاصفة لسيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر هواثق المضمرين. حمد بن راشد بن حمد بن غدير هو اللي بالفعل يضيف الهادرك لهذا الشعار للمرة الخامسة، وهي تحمل هذا الرقم الاحادي رقم خمسة. سلام سلام دارت الدنيا سلام، تهانينا لمالك هذا الشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وتهانينا لواثق المضمرين حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وسلام يا دارة الدنيا سلام. المركز الثاني وصلت معزة من هجن الرياسة، والمركز الثالث اللي وصلت في هذه اللحظات ايضا بن زايد آل نهيان مع المضمر احمد بن خلفان بالصايغ المزروع. يا سلام 400 متر ما تبقى، ولكن مغيضه 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 الامتار الاخيره النهائيه. خلاص جوله الاوامر النهائيه مغيضه، ولكن وين 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 السلام؟ هنا ايضا التغيرات التي جرت، الحذره غيرت لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مع المضمر يمعى بن عتيج بن محمد الرميثي. ما شاء الله، شوف التحديات النهائيه، التحديات النهائيه، الحذره الحذره الحذره. ما شاء الله، خلاص جوله الاوامر النهائيه، خط النهايه خط النهايه، الحذره الحذره الحذره. ولا الضبيه الضبيه الضبيه، سلام يا سويحان، سلام سلام الى دوله الامارات العربيه المتحده على فوز هذا الشعار بالنقطه الرابعة. المركز الثاني كان من نصيب الحذرة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. المركز الثالث